إلا ما سعى. وفي سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى: وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فتجد من كان يريد ثواب الدنيا نؤتي منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها. فالأمور متوازية، لكن الإنسان ما يمنع أنه هو يسعى، ولا يقول أنا. بعض الناس الآن يقول أنا لو أبيع ما تدرت أنا أخسر أنا، ومن خلاص يتحطم نفسه، على قول أبو خالد، على قول أخ خالد، يقول الناس دخلوا مرة ومرتين خلاص يعني ينسحب للسوق، لا خلاص. ولا مو بشرط يعني، كأن التجار اللي الآن تشوف عندهم المليارات والملايين انكسروا عدة مرات، أو بعضهم فلس، بعضهم دخل السجن. يمكن عندك هالة رجل كبير وتاجر وهم تحت مديون. اي مو تحت مديون. فعاد انا مره من المرات كان بيني نقاش انا واحد، فقلت له من اول كنا من الهم خالين. تمام. ما همنا جمع الذهب والريالي. من اول كنا من الهم خالين، ما همنا جمع الذهب والريالي. واليوم حملنا مع الحمل حملين، اشغالنا وهمومنا والعيالي، قلنا مثل هالناس نجمع ملايين، وكل ما جمعنا هج عنا الريالي. قلنا مثل هالناس نجمع ملايين، وكل ما جمعنا هج عنا الريالي. يقول أنا ما أحبكم يا الكريمين، أصبحت ممسي عندكم يا حلالي، أحب ناس يمسكون شحيحين ويطلعون نكود بضيق مجالي، خله يولي يدحره ربي يامين، انساقه الله جاك عذب زلالي، خله يولي يدحره ربي يامين، انساقه الله جاك عذب زلالي. الرزق ما يدرك بحرص الحريصين، مثل الأجل يتبعك سنه ظلالي، الواهب الرزاق قننه تقنين وقسمه سبحان رب الجلالي، وترى الغنى لفكك الله من الدين، قناعة تكفيك ذل السؤالي، الرزق ما تنقص كف النديين، والبخل ما كثر القوم الحلالي. والبخل ما كثر قوم الحلال فعلا، عشان هالموضوع لا ما يحتاج. الله يسلمك. حتى في مكانها و...